السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي وطالباتي الأعزاء، طلاب الصف الخامس الأساسي من مدارس قرطاج الدولية، أنا معلمتكم بيان غنام، معلمة اللغة العربية. سوف نبدأ اليوم بوحدة جديدة بعنوان الرفق واللين. أود بداية أن أتحدث عن الرفق واللين، فالرفق واللين هي اللطافة في التعامل مع الآخرين، سواء كانت بالأقوال أو الأفعال. والرفق صفة من صفات المولى سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. والرفق أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمنا عائشة رضي الله عنها قائلا: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالرفق في التعامل مع الآخرين يعمل على نشر المحبة بينهم. الشخص الذي يتصف بالرفق واللين هو ليس شخص ضعيف، بل هو شخص قوي يسعى لكسب رضا الله تعالى وكسب محبة الناس. لذا يجب علينا جميعا أن نتصف بالرفق واللين. سوف نبدأ اليوم بدرس القراءة، والذي هو عبارة عن قصة بعنوان الشمس والريح. بداية أود أن أقرأ عليكم النص، الرجاء فتح الكتاب صفحة 72. هيا، الرجاء من طلابي الانتباه جيدا إلى الحركات ووضع الإصبع على الكلمة التي أقوم بقراءتها. سوف أبدأ. الشمس والريح. تقابلت الريح والشمس ذات يوم. قالت الشمس للريح: نحن أقوى ما في الطبيعة. قالت الريح في غرور: ولكن لا تنسي أنني أقوى منك. تضايقت الشمس ثم قالت: أعرف أنك تملئين الدنيا بوجودك وتخيفين الناس بصوتك القوي، لكنني أضيء الكون بنوري وأبعث الدفء في كل مكان، ولولاي لغطت الثلوج الأرض وكلها، ولمات الزرع والخلق والحيوانات. ضحكت الريح من كلام الشمس وقالت: لا تحسبيني ضعيفة، عندما أكون هادئة ساكنة هكذا، فأنا حين أهدأ أكون نسيما رقيقا، أما حين أثور فأصبح ريحا قوية بل عاصفة هوجاء. نظرت كل منهما إلى رجل يلبس عباءة ثقيلة. قالت الريح للشمس متحدية: أقوانا من يدفع هذا الرجل إلى نزع عباءته. هبت الريح بشدة وأخذت تعصف بكل قوتها، وهاجمت الرجل بعنف، لكنه تمسك بعباءته أكثر وأكثر. قالت الريح للشمس وهي يائسة: لقد عجزت، جاء دورك. بدأت الشمس ترسل أشعتها الدافئة شيئا فشيئا، وسرعان ما أحس الرجل بالحرارة فخلع عباءته. قالت الشمس: أيتها الريح، هل عرفت الآن من الأقوى؟ يا صديقتي، إننا نستطيع أن ننال باللين والرفق ما لا نقدر أن نحققه بالعنف والقوة. أما الآن سوف أعرض عليكم فيديو حول قصة الشمس والريح. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسوا أن تأخذوا الفائدة والعبرة من هذه القصة. الشمس والرياح. كان يا مكان، كان يوم جميل مشرق ممتع، والكل ينام بالهدوء والسلام في أحضان الطبيعة الرائعة، حيث تقوم الشمس بنشر أشعتها الذهبية سعيدة بما خصها الله من حرارة مفيدة. وكانت الشمس كعادتها تراقب ما حولها لتتأكد من استفادة الجميع من حرارتها، فإذا بها ترى وفودا من الغيوم السوداء تغزو الفضاء الصافي. ولم تكن هذه الغيوم سوى الحرس الخاص لسيد الرياح المزعج. مسكينة أنت أيتها الشمس، جئت لأستلم مكانك، فأنا أقوى منك. Ha 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 ha!
الشهر سأقتلعها بنفخة واحدة. أترين هذه الأمواج؟ سأجعلها تتكسر بنفخة واحدة. أنا أقوى منك. اعترفي بذلك أيتها المسكينة. يا لك من متعجرف مزعج. ماذا أيتها المسكينة؟ سأجعلك تختفين من هنا. ألا تعلم أن وجودي ضروري جدا؟ فدعني أكمل عملي الذي خصصني الله به أيها المزعج. ولكني لا أتسلم الأوامر منك، فأنا أقوى عليك بإطاعتي. أنا التي أقوى منك، إلا أني لا أستعمل أسلوب الشدة والعنف، بل أستعمل أسلوب الإقناع واللطف في المعاملة. والآن دعني أرى من على الأرض. أنا أقوى منك وأستطيع أن أنفخ عليك لتختفي من هنا بسهولة، كما أستطيع أن أنفخ على هذا الرجل الصغير ليختفي. هذا خطأ، فأنا وبأسلوب لطيف أقوى منك، وما علي إلا أن أقنعك بما أقوله. سأجعلك ترى بعينيك كيف أني أستطيع أن أجعل هذا الرجل ينزع معطفه. ليس أسهل من نزع معطف رجل نحيف كهذا. بقوة عظيمة لا يتطلب الأمر إلا نفقة واحدة، وسيطير المعطف عاليا. علينا أن نتحقق من ذلك، سنرى، فأنا أفعل ذلك بالإقناع. أقبل التحدي. أيتها المسكينة، سترين أن قوتي هي الأعظم. وهكذا قبل الاثنين التحدي. من أقوى، الشمس أم سيد الرياح؟ وهل القوة هي في العنف والشدة أم في الإقناع واللطف؟ أما الرجل النحيف فلم يكن يدري ما ينتظره. قبعتي. ولكن الرجل لم ينزع معطفه، بل كان يمسك به كلما نفخ سيد الرياح بشدة. رجل عنيد. إلا أن سيد الرياح لم يستسلم بسهولة، بل صمم على موقفك وقرر مضاعفة جهودك. أنت فعلا عنيد. وهكذا شدد سيد الرياح هجومه، وبقوة أعنف نفخ على الرجل النحيف الذي ظل يقاوم الرياح ويمسك بمعطفه أكثر فأكثر. ومرة أخرى شدد سيد الرياح هجومه، لكن الرجل تمسك بمعطفه. سأعلمك درسا أيها العنيد. والآن سنرى ماذا ستفعل. وقعد الرجل وراء الشجرة، ولكن سيد الرياح لم ييأس ولم يتوقف عند هذا الحد، فنفخ بشدة واقتلع الشجرة التي كان الرجل يختفي خلفها. والآن ستنزع معطفك أيها العنيد. خذ هذه. وكرر سيد الرياح هجومه، وزاده شدة وعنفا، ونفخ بقوة عظيمة على الرجل النحيف الذي كان يمسك بمعطفه ويقاوم بكل إصرار.
والآن سمح يا سيد الرياح ودعني أريك ما سأفعله بقوة إقناع. ماذا؟ أنا بقوة العظيمة لم أستطع أن أجعله ينزع معطفة، فهل ستنجحين؟ التجربة أكبر برهان. الحمد لله. وهكذا دخلت الشمس المعركة، ولكنها لم تستعمل أسلوب العنف والشدة، بل وبحنان رائع نشرت أشعتها الذهبية وانتظرت لترى نتيجة عملها. وعاد الرجل إلى السير متوجها إلى عمله حاملا حقيبته بسعادة وهناء بوجود الشمس التي تحنو على الجميع. وكان كلما سار كلما شعر بالطمأنينة أكثر، والشمس من أعلى تحنو عليه وعلى الجميع برعايتها ودفئها الجميل. وتوقف الرجل فجأة وفكر، هل يخلع معطفه أم ماذا؟ ولكن الرجل وضع ثقته الكاملة بالشمس ودفئها الجميل، وبسعادة كبيرة فك أزرار معطفه وخلعه. ماذا؟ شكرا لله على وجود الشمس. وهكذا ربحت الشمس بلطفها، وبرهنت لسيد الرياح أن الإقناع لا يأتي عن طريق القوة والعنف. لقد هزمت فعلا. أرأيت أيها المتعجرف المزعج. وهكذا عاد كل ما في حضن الطبيعة للاستمتاع بالهدوء والسلام والاستفادة من أشعة الشمس الذهبية. لنرى ماذا حصل للرجل. ولكن أين هو؟ أين ذهب؟ ماذا؟ لقد هزمت. ها هو الرجل، ها هو يتمتع بجمال الطبيعة ويشكر الله على نعمه. شمس رائعة تنشر أشعتها الذهبية وتحنو على كل ما حولها، سعيدة بما خصها الله من حرارة مفيدة. أرأيت، اللطف والإقناع أهم من كل شيء. ما العبرة فيما حصل هنا أيها الأصدقاء؟ أمر بسيط، الشمس أقنعت الرجل ببساطة بما تريد. ولكن هذا سهل، فالرياح القوية جعلت الرجل يتمسك بمعطفه فلم يتركه أبدا. أجل، والشمس عرفت أنه سيخلع معطفه. العبرة هنا يا أصدقائي أنه من الأفضل أن تقنع شخصا باللطف. حسنا، وبما أنك عنيف أنت كسيد الرياح المزعج وأنا كالشمس الذكية. كما أنت مؤذن. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من القصة. إذن ما العبرة المستفادة من القصة؟ أحسنتم، رائعون. أود منكم الآن أن تتدربوا على قراءة الدرس جيدا، وأن ترسلوا لي فيديو لكم وأنتم تقرؤون،
وفي الختام دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.